سلامتكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وين ماشيين. برشا بروفيت مرضوا وبرشا تلامذة برشا مرضى في الليسي ماهوش لابسين البافيت و سيرفيو مرض، دونك نورمالمون يتسكر الليسي. اش تعمل 9 نتاع الصباح؟ فما بروفيت يحبوا يقريوا، فما بروفيت لا. كيما الولي، كيما المربي، كيما التلميذ، كلها تخاف على رواحها. وين الماسك نتاعك؟ صحيح، لحظة بركة. ما في الكلاس بركة نلبسوا، أنا نحي فيها على العينين. مش لاباس، خايفين من الكورونا. نورمالمون لازم يسكروا الكوليج. التعليم ما عادش فاهمين منه حتى شيء، صغارنا ضاعت. احنا ضعنا بالتخمام. عليه هذا الكل؟ من اجرى هذا الكل؟ ناس من مخها كيكة وحدة تقوم تسكر المكاتب من مخها معناها وحدة. هذا شيء يبهت بنتي، وخاصة الصغار، شنو ذنبهم في الدنيا هذه؟ وين ماشيين ومشكل اغلب العائلات التوانسه اليوم اللي يتمثل في انتشار العدوى في المدارس وفي الليسي وفي لي كوليج. لوميكرون اليوم الاولياء والمدارس.